اسمي أردا كريستين كشكشيان. أنا أصولي من حلب، الآن هونيك، وعشت فترة قصيرة بحلب، وبعدين أهلي هاجر أجوا على لبنان، بس بيي كان بقي بسوريا بحلب، وكنا على طول نتردد على حلب، يعني كنا نروح ونجي نعيش فترات هونيك وفترات هون، خصوصي فترة الحرب. خلال الحرب العالمية الأولى كان في السلطنة العثمانية، وخلال هيدي الحرب صار في مجزرة ونزوح للأرمن. جدي نزح واجا على حلب، اضطر يقعد يتخبى عند شيخ، هو خبي فترة معينة اشتغل عنده. بتذكر انه بيي فتح محل بحلب، كان فيه اشياء قديمة وتحف قديمة من سجاد واشياء، كنت روح لعنده على المحل، او كنت امرار روح لعنده على الفندق، كنت اقعد معه وشوف. كان يجي سواح كتير، وكانت حلب فعلا مدينة فيها سياحية بامتياز. وامي كانت من ارمن حلب يلي موجودين من قبل المجازر، كانوا يسمون ارمن قديم، و بتصور كانوا موجودين من شي 300 400 سنة بحلب. بس أكيد وقتها أجوا الأرمن بمجموعات كبيرة وقت المجازر الأرمنية، حصل كتير تغييرات، لأنه أجوا فتحوا مدارس، فتحوا نوادي، وكمان جابوا معهم مهن، يعني جابوا دخلوا معهم مهن معينة هي أصلاً يمكن ما كانت موجودة بسوريا. أو مثلا فيني اذكر مهنه التصوير، يعني هي مهنه التصوير هن الارمن يلي اسسوها بحلب وغير مدن، يعني حتى بلبنان كمان. هلا حلب هي موزاييك من عده شعوب ومن عده طوائف، كان في كتير كان نسيج، وكان في اختلاط، كان في كتير تعاطي مع بعض، وما كان في ما كنا نحس انه هن مختلفين، لا كان في تعايش وتبادل، وحتى كان في تبادل بالثقافات او بالعادات. كانوا كمان يرشوا بعضهم المي بوقت من اول الصيف او شيء، يعتبروه انه هو حياه او هو شيء بيعطي نشاط او شيء.